السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ جاي أجيب لكم النهاردة عربية رانج روفر فوج 2024. تعال نبص عليها. ادي يا جماعه العربيه رينج روفر الفوج، وده منظر المفتاح بتاعها. دي الاس في، دي بتنزل بموتور 5000 سي سي، بتطلع 580 هورس باور. العربيه حدث ولا حرج. تعالوا نتفرج على العربيه. حاجه بسم الله ما شاء الله، اعذروني انا مش قادر اقعد في العربيه لان دي بصراحه حرام يتقعد فيها. دي كده حرام يتقعد فيها بصراحه. افتح الشنطه بتاعتها. هنا دي لو انت النهارده طالع مثلا سفاري او حاجه تقدر تقعد فيها. ده مكان القعده. هنا دوت مكان تقدر ترفع العربيه وتنزل منه. لو انت النهارده العربيه بتجر حاجه تقدر تعملها. النهارده برضو عندي زراير ديت، لو انت النهارده عايز تعمل الكراسي ديت تقدر تتنيها وترجعها تاني. هنا ده مكان لو انت النهارده عايز تعلق حاجه، نفس القصه الناحيه التانيه برضو. هنا كده اهو نقفل العربية. دي جنوط سبور 23، عايز تركب جنوط سبور أكبر، بس طبعا هي مش محتاجة تتركب لها أي حاجة يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا المقصورة بتاعتها يعني الواحد حرام يقعد فيها بصراحة من حلاوتها. كل العربية تحس إن فيها تفاصيل. بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. أدي منظر الديفيديات بتاعتها. سفينة فضائية يا جماعة، العربية دي سفينة فضائية. أنا مش قادر أقول عنها كلام كتير لأن هي العربية مفيش حاجة فيها ناقصة. وطبعا دي السماعات الميريديان، وده لازم يكون موجود فيها طبعا. دي كراسي الكهرباء الميموري الخلفية غير الأمامية طبعا، غير الصندوق. اعذروني مش قادر بجد، مش قادر أقعد فيها. هنا برضو تقدر ترفع العربية، تقدر تنزلها من الزرار دوت اهو. دي التحكم في المرايات الضم، دي الكراسي ال1 وال2 وال3 والميموري، التحكم في الازاز اللي ورا واللي قدام. ده طبعا اللوك بتاع العربيه، وتقدر تفتح باب العربيه من هنا برضه. بص يا جماعه التفاصيل، بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايز اقول لك. بص المنظر عامل ازاي، قطيفه في كل حته بجد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. حقيقي فعلا سفينه فضائيه حقيقي يعني. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. رانج روفر فوج اعلى حاجة في الرانج روفر، مفيش اعلى منها بعد كده. رانج روفر فوج. وادي الهيد اب، مش محتاجة طبعا نتكلم ان فيها هيد اب، ده اساسي موجود طبعا. شيفتات والتراوي والكلام ده كله، ده يا جماعه اصبح ان بالنسبه للعربيه دي بيزك. الكلام ده اصبح بيزك للعربيه دي.